يا فندم انا مش عايز حضرتك تقلق خالص. لا ما تقلقش خالص، انا سهران على القضيه من امبارح بالليل. ايوه يا فندم. اه هنتقابل قبل المرافعه. قول لي حضرتك فين بقى؟ ايوه شارع معروف. فين بقى؟ نعم ايوه عرفت. ايه الغبي ده؟ ايوه حضرتك انا في شارع معروف. فين بقى شارع اه ايوه الشارع اسمه معروف. اه طبعا عارفه، مش طول كام الصبح. ايوه شارع معروف في رمسيس كمان. ماشي اوكي شكرا. ربنا يخليك ليا يا سيد، مش عارفه من غيرك يا اخويا كنت هعمل ايه. ما تقوليش كده يا شوقيه، انت زي اختي برضه. وبعدين انت عارفه لو واحد مني طلب مشوار ده اعمله، والله ما كنت اعمله ولا ب 100 جنيه. ما ده العشم برضه. يلا نطلع بقى الاجره من الزباين. انت اتجننت؟ الله جرى ايه يا شوقيه؟ في ايه؟ الله دي عمليه انقاذ ارواح. الله وبعدين انت ما شفتيش المدرسه كانت بتولع ازاي؟ دي بالنسبه لي مش امبوسيبل يا شيخه. امبوسيبل؟ ايه الفيلم الهابط اللي انت بتقوله ده؟ انت هتمثل ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت ولا عملت حاجه اصلا، انت جيت بعد ما الحريقه خلصت. قرايات شوقيه في ايه؟ الله امال مين اللي انتسى الخمس جثث دول من تحت الانقاض؟ خمس جثث؟ ده انا خدت العيال وفضلت واقفه على نص الشارع مستنيك من بدري وانت ولا جيت. الله قرايات شوقيه يا شيخ حرام عليك بقى. الله واحده اتصلت بيا قالت لي الحق المدرسه بتولع. المفروض انا اتخيل صوره كده في خيالي في مخيلتي، يعني ان المدرسه بتولع يعني في انقاض وفي عيال شيطه في مدرسين مولعين. وبعدين بصرف النظر عن كل ده، انا عايز اعلم الجيل الجديد ده اعلمهم ان هم يكونوا رجاله ويعتمدوا على نفسهم، وان مفيش حاجه ببلاش، ها، وكل حاجه بتمن. بس هتجنني خلاص. ايه الجنان ده؟ بقول لك ايه، انت مش راجل؟ ايوه انا راجل. خلاص يبقى ادفع الاجره اللي عليك. لا انا عايز. بقول ايه، مش عايز استعباط، ها، كل واحد فيكم يطلع الجنيه اللي عليه. واللي ماهوش جنيه يعمل ايه؟ جرايه هنا في ايه؟ مش كده؟ الله بقول لك ايه يا شويه، اعتني بالواد ده عشان ليه مستقبل جامد. تقبل حسبي الله ونعم. طب يا شويه انا خايفه من الراجل ده، هو بيتكلم كده ليه؟ اصل جهاز النطق عنده اتدمر. عمو انت عايز فلوس؟ لا 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 خلاص يا حبيبي. عايز فلوس؟ يعني اجرتي. فلوس اتحرقت في الحريق يا حبيبي. احلى ما انت زي الفل اهو. اتحرقت واقف جنبي. انت خلاص ايه؟ بقول ايه؟ ايه رايك تشتغل معايا تباع؟ سيد قصدي يعني في الاجازه يعني. سيد كل واحد يقعد مكانه ويحط السنه جوا بقه، فاهمين؟ حاضر يا أبلة. ايوه كده كاننا في الفصل بالظبط. يعني رعايات يا أبلة؟ لا اتفضلوا بقى، افتحوا كراريسكم وحلوا الواجبات اللي اديتها لكم في المدرسه قبل الحريقه. فين كراريسكم؟ اتحرقت يا أبلة. مش دي شنطتك يا كداب؟ ايوه. تبقى اتحرقت ازاي؟ اتحرقت جوه الشنطه. ولا شكلك لبط يالا كده؟ ها؟ واخرتك مع سيد على الميكروباص في العمرانيه. انا عايز اكل يا أبلة. طب طلعي سندوتشاتي كده ليه وكلي، ولا عاوز ياكل ياكل. حتى سندوتشي المحروق اكلته. هو الكانتين فين يا أبلة؟ كانتين؟ احنا في شقتي يا حبيبي مش في المدرسه.
جوزك ده يا أبلة؟ آه يا حبيبتي، هو صغير ليه؟ أصله أمور قوي. آه أمور. أمور؟ بصي قدامي يا بنت، جه لآخر زمن. قيم؟ جلوس. مين دول؟ تالتة أول. إيه وجايين الفسحة هنا يعني ولا إيه؟ اسكت يا تين، دي المدرسة اتحرقت بينا. واتحرقنا إحنا كمان يا عمو. اتحرقتوا إزاي يعني؟ اتحرقنا من جوه. آه بس أنا مش شايف فيكوا أي حروق، لا من جوه ولا من بره. تامر تعالى تعالى، عاوزك. يعني احنا لازم تكون فينا حروق من الدرجه الثالثه عشان تصدقنا؟ لا يا حبيبتي، اصل انت لما قلتي يعني مدرسه بتتحرق جه في دماغي انقاض ومدرسين بتشيط وعيال بتولع بتتحرق، يعني حاجات كده. المهم يعني انت كويسه؟ اه. طيب الحمد لله. والعيال دول كويسين؟ اه. طب ادخل انا. تعالى هنا، بقول لك انا لازم انزل اروح المدرسه، وانت لازم تخلي بالك من الاولاد دول. اولاد ايه؟ بقول لك دخل انا، ما تسيبيش 20 عيله شويه. دول خمسه بس يا تامر، وبعدين بص دول اطفال هتين ومؤدبين. بص يا تامر، انا لازم انزل دلوقتي حالا المدرسه لان البوليس بيحقق وعاوز كل المدرسين. إيه مش عايزين محامي معاكم؟ دي قضيه كبيره يا تامر. فندم يا شويه انت بتهنيني. ما قصدتش يا حبيبي والله. حبيبي خلاص ما تزعلش مني، انا اسفه. خد بالك من نفسك ومن الاولاد، ها؟ وانا مش هتاخر. باي. لا مش هتاخديه. بقول لك ايه، امال احنا زي مع بعض. هو مع بعض يعني تقلبيني، وبعدين لازم يكون في ثقه متبادله. انا واثقه فيك بس مش واثقه في الموبايل بتاعك. معاكي حق، الموبايل ده ما حدش واثق فيه، شكله غريب جدا وبأريال. هات بقى. هتبقى تعملي بيه ايه؟ هقرا المسجز. بس اوعى تبصي على الانبوكس. ليه ان شاء الله؟ مين بقى لي هدومه؟ هو طلع بيغير هدومه فعلا؟ هيثم، مين اللي بعت لك المسجز دي؟ صحابي. وصحابك دول رجاله؟ امال قرود؟ وصحابك الرجاله دول بيقولوا لك يبقى احلى دانك عشان بتشوكني؟ مع اني كنت حلقها والله. ايه؟ الواد ده انا كنت شاكك فيه من الاول، مش مظبوط، ما ريحنيش، قطعت معاه خلاص. وبيقولوا لك بموت في شعرك؟ ادي الحلاق، الحلاق، شفتي ظلمتيني ازاي؟ هات الموبايل بقى. انا فعلا مش قادره ابص على المسجز، مش قادره اكتر من كده. عين العقل. هبص بقى على النمر. مين بقى اسماء؟ ستي. اميره. بنت عمتي. ايمان. بنت خالتي. ابراهيم. بنت اختي. بنت اختك اسمها ابراهيم؟ واختها اسمها مدبولي. انت اصلا ما عندكش اخوات بنات. عندي وماتت وهي عندها 6 سنين. ام ابراهيم ومدبولي؟ اه. السيرة دي بتقطع قلبي، غيريها والنبي. لا سلامة قلبك. دي خالتي. وخالتك بتديك مست كول ليه؟ بتطمني انها وصلت لسفر بسلامة للجابون. يا وحش، عارف وانا بدي لك الميزة ده دلوقتي كنت حاسة اني هشوفك. خالتي قلق، خالتي قلق. بتعملي ايه؟ احط روج ومسكرة وزبدة كاكاو. اولا الحاجات دي بتاعت مس شوقية، ثانيا انت عندك كام سنة عشان تحطي الحاجات دي؟ تديني كام سنة يا قسطة؟ قسطة؟ اه طبعا، ما انت ركبتي مع سيد. يلا يلا بره. الفيلم بدأ وانا ورا شارع الترجمة. وانا مالي؟ لو ما جايش تسمع الترجمة هكسر التلفزيون في دماغك. حاضر هقرا لك الترجمة. اتفضل. خدي بالك منه، هيفضل يجرجرك ويجرجرك ويجرجرك لحد ما يخليكي تعملي كل اللي هو عايزه. فاكر؟ فاكر كنت عايز مني ايه؟ 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 كنت عاوز ايه؟ هيكون ايه غير اللي كل الولاد اللي زيك عايزينه من البنات اللي زيي، بس انا اديتهولك بمزاجي. لا 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 مش قادره، كفايه كفايه مش قادره. ايه ده؟ مالها يا هيثم، هي بتعمل كده ليه؟ انت مش شايفه انت بتقولي ايه؟ مش واخده بالك؟ انا اتكسف اكرر الكلام اللي انت قلتيه ده. تتكسفي؟ تتكسفي انك تدي كشكول المحاضرات بتاعك لولد زميلك؟ كشكول المحاضرات؟ كشكول المحاضرات. انا فاكراكي بتتكلمي عن الملازم. فين يا ابني الفيلم اللي انت قلت لي عليه؟ اصبر اصبر هيجي دلوقتي. طيب بقول لكم ايه، انا شويه كده وداخل انام، مش عايز اي دوشه، مفهوم؟ حاضر يا ابلة. ايه ده، في واحدة ناقصة، هي فين؟ لا دي داليا بتاكل في المطبخ. ايه ده؟ هي بتاكل في المطبخ اسمها داليا؟ ايوه. كأني رجعت 10 سنين لورا. طب روح عندها. لا لا انا رجلي محروقة. اظن بقى هتقولي من جوه. لا من شوية. طب انا رايح عندها. لا مش عايز نفس.
بس يا ابني انت هو انا مش انت مش بتلعب معاهم ليه؟ انت متضايق من حاجه؟ حد مزعلك؟ لا انت اسمك ايه؟ سعيد. ما هو باين مالك بقى؟ اصل ماما عايزه تطلع من بابا عشان بابا سابها ومشي. معلش يا حبيبي مسيره ويرجع. هو فين؟ بابا في السجن وهيقعد هناك 25 سنه. السجن؟ وهو بيشتغل ايه؟ تاجر مخدرات، اتمسك ظلم. ظلم؟ طب وانت دلوقتي قاعد مع ماما؟ لا، ماما قاعده مع اختي في المستشفى. اختك في المستشفى؟ ليه؟ ابنها حماده خبطته عربيه فجت لها صدمه. خبطته عربيه ورايح المدرسه؟ لا، كان بيهرب من البوليس. تفتكر ان اللي حصل ده هنسيني المشكلة الاساسية؟ ها؟ ماشي؟ بقولك ايه؟ النمر دي كلها لازم تتمسح، نمر خالاتك وعماتك وبناتهم لازم تتشال من على التليفون خالص. ويردك يعني نبقى مقطوع من شجرة. هيثم بقولك ايه؟ انا مش بهزر، لازم تغير شريحتك. لا لا يا ماما، مش انا الراجل اللي غير شريحته. يبقى انت متحبنيش. هي السكة، السكة سلسلة من التنازلات بتبدأ النهارده شيل الناس من على تليفونك، بكره استحمى لوحدك من غير ما حد يلايفك. انت بتهزر؟ تقريبا. اطلب لي سندوتشات، اصلا اتنرفزت. حاضر. وبعدين؟ بعد ما البوليس خد الجثه من بئر السلم قال ان هو ميت محروق. ده كان عمك؟ لا، ده كان خالي اما عمي بقى. الفيلم بدا وانا مش فاهم حاجه. ترجم يا عم انت فاهم. الصبح اركب بقى سعيد انت شويه على جنب. اذا لم تاتي بالمخدرات ساقطع راس ابنتك واسلمها لك هديه على وساده. نفس اللي حصل لخالتي بالظبط. يا عم ايه السواد اللي انا عايش فيه ده؟ ما تهدى بقى شويه. ترجم وقتي بصديقك غريب الاطوار. يعني ايه غريب الاطوار؟ ده اسم واسم ابوه. بسرعه بسرعه. تامر مين دول؟ تعال بسرعة الفيلم هيخلص. ترجم سأفعل اغربي عن وجهي الآن. تامر مين دي؟ دي الاحتياطي بتاعي. ترجم هترجم لك ايه يا ابني؟ اتنين بيضربوا بعض، هترجم ايه؟ ترجم الضرب. حلوة الترجمة دي؟ اللي عندي. تامر انا محتاج ان اتكلم معاك. طيب اتكلم. ترجم ولكنه شخص جيد. تامر انا نفسي اخلف. لكنه لا يعرف. لا المسألة مش كده، المسألة ان هي رافضة موضوع الخلفة اساسا. مين؟ مراتي. لكنها امرأة لعوب. ايه؟ انت بتقول ايه؟ تامر انت مش مركز معايا خالص. حاضر هركز معاك. الاعلانات جت بسرعة بقى قبل الاعلانات تيجي تخلص. رجعنا. بص يا تامر انا متخانق مع مراتي خناقه كبيره قوي بسبب الخلفه. يعني انا عايز اخلف وهي مش عايزه، وانا نفسي في حته عيل عشان يملى عليا البيت. طب وتخلف ليه؟ بتاخد من عندي امي. صحيح. ايه العيال دي؟ دول تاني. لا تالت اول. ولا علمك بقى الفيلم ده وحش قوي والترجمه بتاعتك اوحش. شوف بص الاطفال نعمه، وبعدين كمان بيدوا للبيت حس. ده لو خلوا فيه بيت اساسي. ايه ده؟ انا افهم من كده انك معاها مش معايا. انا مع اي حاجه ضد الاطفال. لا يبقى انتوا ما تعرفونيش. اذا كنتوا هتلقوا دراعي عشان موضوع الخلفه فانا ممكن اخلف لوحدي. هو ماله ده؟ رايح اخلف لوحدي. اوفر قوي ياسر ده. وانت قاعد لوحدك ولا ايه؟ انا قاعد لوحدي. قاعد لوحدي خالص. امال دول فقستهم امتى؟ مش ناقصك. ازيك يا تامر؟ هو انتوا ما عندكوش غير ازاز الكاتشب واحده؟ ازاي يعني؟ ده لسه جايبها امبارح يا داليا. دي حتى ما كفتش سندوتشين. سبحان الله اسمها داليا برضو. اسمها داليا؟ سبحان الله. و ازيك يا داليا يا حبيبتي؟ زعلانه مني لسه ولا ايه؟ حضرتك عبيتي يا عمو. يا حبيبتي هو فعلا شكله اتعبط. انت ماسك الموبايل كده ليه؟ عشان عايز اقول لك اني مسحت كل النمر اللي عليه. سواء بتقولي كده ليه؟ عشان انت لازم تعرف حاجه زي كده. عرفت. وبعدين؟ ومسحت كل الرسائل اللي عليه كمان.
يعني اعمل لك ايه يعني؟ انت شكلك مش عايزني ابقى قاعد معاكم. انا رايح هناك دلوقتي. دلوقتي هروح هناك. حضرتك فعلا عبيط يا عم. كول قوي داليا دي، كول قوي. انا رايح هناك دلوقتي هناك. انت فاتحه بقك قوي كده ليه؟ اصلي جعانه. ايه انتوا لسه ما خلصتوش الاكل في الثلاجه؟ ما انا جيت لقيتها فاضيه. انا هروح اكل بره. باي. وانتوا بقى كمان مش باي باي ليه؟ ها؟ يعني كل الناس اللي بتيجي البيت النهارده بتقعد خمس دقايق وتمشي، اشمعنى انتوا قاعدين لي من الصبح؟ احنا مش قاعدين يا عمو، احنا بنلعب. طب هات الكوره دي بقى اقطعها لك. شرباتك يا عمو. شرباتي وانا حر فيها. شرباتي وانا حر فيها. وهاكلها كمان، هاكلها. كويس يا حبيبي انك لقيت حاجه تاكلها، اصل ما عنديش وقت خالص النهارده اطبخ لك. ربنا رزقني باطفال اكيد مش هيبقوا زي دول. يا اخي حرام عليك، دول حتى اهدى عيال عندي في المدرسه. وانت عرفت المدرسه اتحرقت ازاي؟ هي ده كنت مجهول. اكيد هم العيال الشياطين دول هم اللي حرقوا المدرسه. كلنا عارفين، بس محدش قادر يبلغ عنه. اكيد هو مفيش غيره بتاع الترجمه.